واضح كده إن كلمة السر بعد كده في أي جلسة نميمة بين الأصدقاء وتشبيه أي صديقة ظهر عليها علامات الغدر هتكون دلال، ودي الشخصية اللي جسدتها الفنانة إيمان العاصي، وده في مسلسل جعفر العمدة مع الفنان محمد رمضان. ودي الشخصية السايكوباتية الناعمة اللي بتعتبر من أخطر أنواع اضطراب الشخصية، واللي كتير ما يعرفوش إن اللي عملته إيمان العاصي، قصدي دلال يعني، في جعفر العمدة حصل معاها في الحقيقة برضه. يعني هي اتجوزت ملياردير حاول بكل الطرق إن يؤذيها، وكمان كان هيسقط بنتها ريتاج زي ما هي عملت بالظبط، ولما معرفش يسقطها خطف بنتها. يلا بينا نعرف إيه الحكاية. إيمان العاصي من مواليد القاهرة في 28 أغسطس سنة 1985، يعني عمرها دلوقتي 37 سنة. اتجوزت مرتين، مرة من علي منصور العوضي ما كملتش السنة، والتانية من رجل الأعمال نبيل سنوسي، وانتهت بحكايتنا اللي معانا النهاردة. إيمان والدها هو عبد العظيم معز العاصي، مامتها اسمها مجدة عباس، ليها أربع إخوات بنات هما جيسي، توما، آية، وفاطمة العاصي. إيمان درست إدارة الأعمال، وكانت بدايتها في الفن صدفة لما راحت تعمل سيشن، والمصور طلب منها صورة ينشرها في مجلة نسائية، ولما وافقت اتفتحت لها طاقة القدر، وشافها المخرج خالد بهجت اللي رشحها لدور بنت الفنانة رغدة في مسلسل أمس لا يموت، لما لقى في تشابه بينهم، وده كان سنة 2003. وبعدها بسنتين رشحها المخرج هيثم حقي في مسلسل أحلام في البوابة، وده مع الفنانة سميرة أحمد، بس الجمهور ما عرفهاش بجد غير مع نور الشريف، وده لما ظهرت في مسلسل حضرة المتهم أبي. حياة إيمان العاصي الشخصية غير حياتها اللي شفناها في مسلسل جعفر العمدة خالص، لكن الحقيقة اللي جمعت بينهم واحدة تقريباً، يعني اتجوزت ملياردير مشهور حصل بينهم مشاكل، وده بعد ما كانت الحياة بين جدران هادية بقت بين جدران المحاكم. ورغم كده الملياردير اللي بقى طالقها ده قال من 3 سنين كده انه رغم كل اللي حصل بينهم لسه بيحبها، وازاي وهو اللي خفاها في مكان مش معروف وربطها في السرير 3 ايام وطلب من اهلها فدية كبيرة علشان يسيبها، والغريبة انه حاول يسقط بنتها اللي في بطنها، بس قدر ربنا بقى وما عرفش زي ما هي عملت في جعفر العمدة بالظبط، بس عرفت تعمل كده بسبب كمية الشر اللي جواها. يمكن تكون إيمان العاصي حظها وحش فعلا، وده اللي واضح من جوازتها في الحقيقة، لدرجة تخليك تقول انها اكتر واحدة حاسة بوجع، وده من اللي حصل لثريا وعايدة اللي هما مي كساب وزينة. وفي الجوازة بتاعتها دي اكتشفت ان جوزها مش رجل اعمال ولا حاجة، لا ده كان مدير صيانة في شركة من شركات قريبة ومن صاحب الشركة زي ما قال لها، وده اللي خلاها تطلب الطلاق فسرق مجوهرتها، وعلشان يطلقها طلب منها تتنازل عن الشقة والعربية، ولما رفضت خطفها وهربت منه بصعوبة واتطلقت منه في المحاكم. ورغم الجوازتين دول اللي فشلوا، لكن في رجالة كتير في حياة إيمان العاصي، زي إنها اتخطبت فترة للفنان طارق صبري اللي هو جوز شيري عادل دلوقتي، لكن الخطوبة ما طولتش، وارتبط اسمها باسم صالح جمعة لاعب الأهلي السابق، وبقوا أصحاب وليهم صور كتير مع بعض، واتقال إنهم هيتخطبوا كمان. وكمان مو صلاح كان ليه قصة معاها بسبب التاتو اللي كان باسمه، وطلعت تفرجوا للجمهور واتقال إنها تخطف مو من مراته، بس كل ده طلع إشاعات. بس في النهاية ما نقدرش ننكر إن إيمان العاصي من أجمل الفنانات اللي موجودة في الوسط الفني حاليا، ومن أكترهم شهرة وكمان موهبة.